السيد محمود من الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة. طب النهارده النزول يعتبر متاخر، لسه جايين النهارده. موقف الاخوان واضح من اللحظه الاولى، من فور وقوع حادث الاجرامي على العسكريين في سيناء. موقف الاخوان واضح، ومن قبل ذلك حذرنا ونبهنا مرارا ان العدو الصهيوني لا يرتدع بقوه. اليوم كنت اتمنى ان نرى اصبع اللواء محسن الفنجري بهذه الحده وبهذه اللهجه الحاده في مثل هذا الحدث، بدلا ان يوجهه للمعتصمين حتى لو كان فيهم بلطجيه فهم من ابناء البلد، فما بالنا بالبلطجه اليهوديه المتكرره قديما وحديثا قبل الثوره وبعد الثوره. اليوم نوجه رساله للمجلس العسكري، لابد ان ياخذ وقفه حازمه يعني تتماشى مع موقف الشعب المصري، حتى لا يسبق الشعب جيشه، لا يصح ان يسبق الجيش شعبه في هذه الوقت. هذا نداءنا للمجلس العسكري، نداءنا للشعب المصري ان نقف وقفة رجل واحد على كل اتجاهاتنا وعلى كل تباين افكارنا، ان نقف موقف واحد في وجه هذه الهجمة الصهيونية الاجرامية التي لن تفرق بين مسلم وغير مسلم، بين اي انتماء واخر. الخطة اللي انتم نازلين بيها اعتصام مفتوح ام وقفة ام ايه بالظبط؟ نحن لدينا كل الخيارات مفتوحة، سنبدأ بالتظاهر، يعني انا يعني عن نفسي سأبدأ بالتظاهر حتى يتم التحقيق الفوري في هذا الحادث، وحتى يتم طرد السفير وسحب السفير المصري، ويعني ألوم على الحكومة هذا التذبذب الواضح والحاصل في مسألة سحب السفير المصري ثم التراجع عن هذا السحب. نريد التوضيح لهذا الموقف حتى يطمئن الشعب لسلامة موقف حكومته. شكرا. عفوا فندم. حين مصطفى عبده، انا من التجمع الخامس. احنا هنا جايين رسالة عايزين نوصلها ان احنا مصر قبل 25 يناير غير مصر بعد 25 يناير. دم اخواتنا اللي ماتوا على الحدود مش هنسيبه، دي رساله واضحه للعدو الصهيوني. لو انا ما خدتش بطارهم ده هياخد بطارهم، الصغير هياخد بطارهم، لحد اخر واحد مصري هناخد بطار اخواتنا سواء كان على الحدود او كانوا في غزه. وجزاكم.